السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا بس انا بعتذر على صوتي علشان انا لسه صاحي من النوم. والله حرفيا صحيت من النوم وقلت خلاص انا هشرح ده، لان يعني انا بقالي فترة كبيرة عاوز احضر وكده يعني، وفي حاجة اسمها مرقعة كده في الميديكال ستودنت، هو على طول يعني انا مش هسمع حاجة يعني بكرة ان شاء الله. بكرة ان شاء الله. فيعني كونك بتسمع اصلا ده دلوقتي فانت كده برنس، انا كده مبسوط منك بجد. ده مبدئيا. ثانيا، بس في الاول كده حابب انبه على ان انا شرح الهيستولوجي لحد الكويس كده، فيديوهات شبه دي هتلاقيها موجوده عندكم على البوت. تمام، البوت ده اللي هو هيتعمل لكم على التليجرام. انا كنت اصلا غالبا انت زمانك عارفه دلوقتي وانت بتسمع الفيديو ده يعني. لو ما تعرفوش استنى اول الدراسه ان شاء الله هينزل على جروب الدفعه بتاعك. ده بالنسبه للهيستولوجي. تمام، طيب. انا بس عايزك تركز معايا. انت فين دلوقتي؟ انت حرفيا واقف في نص الطريق بين حاجتين، بين طريقتك في المذاكره في ثانوي وبين طريقتك في المذاكره في الكليه. اقسم بالله مختلفه تماما. شغل الدش اللي احنا كنا بندشه في ثانوي ونقعد نحفظ الصفحه من اولها لاخرها ونغمض ونسمعها كلها، لا. يعني انا في الكيمياء كنت حرفيا انا هراجع النهارده الكيمياء الانتقاليه. تمام، اقوم خلاص انا جايب بس مذكره جاست ان هي قدامي، اللي هو لو احتجت لو وقفت، عارف انت اللي هو لما كنا بنحفظ القران كده يعني مع اختلاف المقامات انت بتقعد تسمع القران، بتسمع. انا بقى في ثانوي كنت بسمع حرفيا برضو الكتب كده. تمام، في الكليه انت مش هتعرف تعمل كده، انت اصلا عملت كده هتتعقد وهتتعب ومش هتعرف تجيب درجات التلاتة، لأن مش دي طريقة المذاكرة خالص. تمام كده، الطريقة في الكلية مختلفة تماما، مختلفة تماما عن أي حاجة قبل كده، اتفقنا؟ طيب. أنا مين؟ أنا دكتور براديز زي ما قلت لكم. المفروض إن أنا بشرح حاجات كتير كده يعني، منها الباي كيمستري أهو والهيستو، وعندكم برضو في أولى البروفيشناليزم. المذكرة بتاعتها ان شاء الله موجودة في مكتبة الشرقاوي، لو حابب تجيبها من اول يوم دراسة ان شاء الله تكون موجودة يعني. عملنا الكتاب بتاع البايو والكتاب بتاع الفيسيو، الكتب يعني كلها غالبا بطريقة كويسة ماشي بإذن الله يعني. زي ما انت شايف الماركرز المهمة او الحاجات المهمة معمولة بولد. تمام، الحاجات المهمة متمركرة، اللي انت المفروض تعرفه واعرفك بتذاكر ازاي دلوقتي. طيب انا قلت لك بس حاجه صغيره كده، انا اكتر واحد ماشي لما كنت باجي اسمع دكتور كنت ببقى خايف قوي ان هو ما يقولش اللي عندي في الكتاب ماشي، كنت ببقى خايف قوي ان هو يتصلق حاجات كده واحسش ان ما اعرفش اذاكر ايه اصلا لما اروح. فانا بقول لك اطمن، انا ان شاء الله اصلا انا بس هشرح على الوايت بورد دلوقتي على البرينتر شويه حاجات كده بس، بحيث ان انا افهمك بس، مش عايز اكتر من ان انا افهمك. بعد كده هنروح نقرا الكلام كله والكتاب باذن الله. تمام كده، فعلشان بس ما ناخدش وقت كبير وكده. مبروك بس انك دخلت الكليه هنا وبقيت دكتور قد الدنيا ماشي، وصدقني السنين هتعدي بسرعه وهتلاقي نفسك برنس، وهتلاقي نفسك دماغك بتتشكل سنه ورا التانيه ورا التانيه، هتلاقي نفسك برنس. اتفقنا؟ طيب. انا هشرح ايه النهارده؟ انا هشرح بس جزء كده من السلم برين ماشي. طبعا السلم برين في الكليه هيتاخد في محاضره واحده بس، انا بس علشان انت لسه نوم كده وصغير ومش هتستوعب الفكر بتاع او الكميه بتاع السلم برين كلها، مع انه اسهل حاجه هتقابلك في حياتك. ولكن انا هشرحه لك على بارتين. تمام، وهتلاقيني بسيط خالص وسيمبل في الشرح، فانت اهدى كده وما تخافش ماشي، انت هتعرف تحفظ وتفهم وهتذاكر معايا هنا. اتفقنا؟ طيب، واحده واحده. يعني ايه سلم برين اصلا في الاول قبل ما اشرحه؟ السلم برين ده عباره عن غشاء الخليه. يعني ايه غشاء الخليه؟ مش انت عندك خليه مثلا، وليكن خليه جميله اهي ماشي، اللي هي جوه دي فيها شويه حاجات بقى وشخبطات حلو ماشي. طيب الخليه اللي جواها شويه شخبطه جوه، الخليه اللي جواها شويه شخبطه جوه اللي جوه دول ماشي، لازم الحاجات اللي جواها ماشي تحاط بغشاء من بره. البيت جوه ماشي، البيت جوه يا عم، اللابتوب اللي انا بشرح منه ده ماشي، اللابتوب اللي انا بشرح منه مش هو جواه شويه مكونات؟ طيب مش في اطار بره حايشها؟ بالظبط، الاطار ده فيه فتحات. ما انا بحط يو اس بي مثلا، بحط مش عارف ايه بالظبط، برضو الغشاء بتاع الخليه فيه فتحات،
بس الفكرة بقى فيه ان هي بتفتح وبتقفل بمزاجها، مش مفتوحة على طول، اتفقنا؟ بتفتح وبتقفل بمزاجها، مش بتفتح على طول، يعني هي مش خرام مفتوحة مثلا زي اليو اس بي ودايما مفتوحة، لا لا، انت فاهم قصدي؟ طيب انا عايز اقول لك حاجه صحيح، انا من اكتر الحاجات اللي بتميزني في الجرح ان انا حرفيا الامثله اللي انا قلتها دلوقتي، يعني مثلا مثال اللابتوب ده انا ما كانش على بالي، انا بفتح التسجيل واعيش واقول اللي انا عايز اقوله، المهم ان انت في الاخر تكون فاهم. انا قاعد اتكلم معاك على فكره، انا قاعد اتكلم معاك ولا متنشن ولا اي حاجه، انت برنس يا عم وانا برنس، ايه يا عم ولا اي حاجه، انت فاهمني؟ بس فاهدة كده، حتى فانا السلمبرين ده غشاء كده حوالين الخليه، ولا قلنا حاجه، والله ما قلنا حاجه، احنا قلنا حاجه، ما قلناش حاجه، يعني كده ما قلناش اي حاجه. تعالى كده نبص على الكتاب ده، اول شابتر اللي هو البيولوجيكال ميمبرينز، بيولوجيكال يعني حيويه، ميمبرينز يعني ايه؟ اغشيه، يبقى الاغشيه الحيويه اللي هو السيل ميمبرين يعني، تمام كده. طيب عندك الميمبرينز، هو بيقول لك ان ذيس ار ميمبرينز، يعني الميمبرينز دي او الاغشيه دي ماشي، ويتش سيباريت ذا سيل فروم ذا سراوندنج انفايرمنت. ماشي، بص يا عم، انت لما تيجي الكلام ده تيجي تذاكره ماشي، ما تقراوش بالنص زي زي ميمبرين، ما تحفظش كده ماشي، افهم معناه، انت لو فهمت معناه هتعرف تعبر لوحدك ماشي. سيبرت ماشي يعني يفصل، سيبرت يعني يفصل ماشي، يفصل يفصل ايه؟ ذا سيل ماشي، الخليه عن ايه بقى؟ عن فروم ذا سراوندنج انفايرمنت، سراوندنج يعني البيئه المحيطه. انت لو فهمتها مش هتحتاج تفهم ده، اصل احنا بالنسبه لنا كنا نحفظ انجليزي كانجليزي، فدي حاجه وحشه ماشي كجمل، لكن انت لو فهمتها هتعرف تعبر بطريقتك، وده اصلا عباره عن كل حاجه في حياتك، افهمها هتعرف تعبر ماشي. فبيقول لك ان الممبرينز دول، ده عباره عن ممبرينز ماشي، بيفصلوا سيبرت الخليه عن الحاجات اللي حواليها بس، انت فاهمني يا عم؟ عن الانفايرمنت حتى، ما لو كتبت سراوندنج ونسيتها مش مشكله، بس افهم وعبر بطريقتك، محدش هيحاسبك على الكلام ده، محدش هيحاسبك على السبيلنج في الاول شويه ماشي، يعني في اسم مثلا زي الباثولوجي مثلا في الترم الثاني ممكن يحاسبك على السبيلنج شويه، لكن هنا مش هيحاسبك على حاجه غالبا يعني، فانت اهدى، مفيش حد بيجري وراك. انا بكلمك كلمتين دول في الاول عشان تعرف تذاكر كويس ماشي، انا بالنسبه لي في اول محاضرتين دول انا عايزك تفهم تذاكر ازاي، مش عايزك تذاكر انت بص اقسم بالله الشابتر ده تافه ولا حاجه ميه، انا ممكن اضربه لك دلوقتي اصلا في نصايه كله، انت فاهمني؟ لكن انا جاي لك واحده واحده، انا عايزك تاخد الكلام واحده واحده، مش عايز منك اكتر من كده ماشي يا برنس، خليك يا برنس ماشي، وعيش حياتك واحده واحده، اتفقنا؟ طيب يبقى خلاص عرفناهم، دي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا، عباره عن اغشيه بتعمل سيبرت ماشي، بتفصل الخليه عن الحاجات اللي حواليها ماشي. وايه كمان؟ بيقول لك اند سب ديفايد ذا سيل ماشي انتو كومبارتمنتس، سب ديفايد ديفايد يعني بيتقسمها، تقسمها لاماكن صغيره ماشي، تقسم الخليه لايه؟ لكومبارتمنت يعني اجزاء، اتفقنا؟ طيب ده خلصنا التعريف بتاعه ماشي، يقول لك ايه السيل ميمبرين؟ السيل ميمبرين ده عباره عن حاجه بتفصل الخليه عن الحاجات اللي حواليها وبتقسمها من جوه، اتفقنا؟ يا عم انت فاهم، انت فاهم، عبر بقى بطريقتك، انت فاهمني؟ يعني ايه الكلام اللي انت ممكن تحفظه هنا؟ سيبرت مثلا ماشي يعني يفصل مثلا، سب ديفايد ماشي، وكومبارتمنت بس، ما افتكر هما الثلاث كلمات دول. انت في اول بس كام حاجه كده تلاقي الدنيا صعبه، انك مش حافظ اصلا انجليزي في الكلام ده خالص ماشي، لكن انت واحده واحده هتلاقي الدنيا تمام معاك، تمام كده. طيب بعد كده هناخد تكوين الممبرين ماشي، الكيميكال كومبوزيشن، كومبوزيشن يعني تكوين اوف ذا بايولوجيكال ممبرين، بتتكون من ايه دول؟ بيتكونوا من ثلاث حاجات، بيتكونوا من كربوهيدرات وليبيد ماشي وبروتين، اتفقنا؟ كربوهيدرات ليبيد بروتين، ركز معايا ماشي، ركز معايا بقى. عندك يا سيدي بيتكونوا من ايه؟ بيتكونوا من ثلاث حاجات جمال همت، كربوهيدرات وليبيد وبروتين. بص يا سيدي، الليبيد عندنا ما اسمهاش ليبيد، لا لا، اسمها فوسفوليبيد ماشي، اسمها فوسفوليبيد، وده جزيء الفوسفوليبيد ماشي، فوسفات ماسكه في ايه؟ في ليبيد، اسمها فوسفوليبيد، وده الجزيء بتاعك اهو ماشي، فوسفوليبيد ماشي، فوسفوليبيد، تمام كده؟ شوف عامل شكله عامل ازاي؟ هل رسمه عليك وتقعد تعمل الكلام ده؟ لا يا حبيبي، انا بس رسمه عشان افهمه لك، تمام كده؟ هل رسمه عليك؟ لا يا حبيبي، انا رسمه علشان افهمه لك، تمام كده؟ طيب بعد اذنك ماشي، ما تفتحش الكتاب بتاعي اللي معاك، ما تفتحوش اصلا، لما نيجي نفتحه افتحه، بس صدقني عايز تفتحه عشان تكتب ورايا في الاول وبتاع وترجمه الكلمات، اكتب مفيش مشكله، انا في الاول كنت بعمل كده، بس واحده واحده ما تبقاش تعملها، تمام كده؟ ده بالنسبه للموضوع ده.
يا عم افتحه افتحه، انا عارف انت هتعيط لو ما فتحتوش، افتحه عشان خاطري افتحه تمام، واكتب ورايا الحاجات اللي انت يعني مثلا اكتب سيبرت يعني يفصل مثلا كده يعني تمام، عشان بس ما تنساش الشرح ماشي. فوسفوليبيد خلاص اتفقنا، هو المولوكيول اللي قدامك ده تمام، مولوكيول يعني جزيء، ده جزيء الفوسفوليبيد جزيء ماشي، جزيء مولوكيول تمام كده. طيب وده بروتين ماشي، ده بروتين اهو قدامك اهو، شايف البروتين عامل ازاي؟ بروتين اهو. وده كربوهيدريت اللي هو الاخضر ده، الكربوهيدريت ده شايفه ماسك في ايه؟ ماسك في البروتين، اتفقنا. طيب احنا عايزين بقى نعمل سيل ممبرين، السيل ممبرين ده بيتكون من ايه؟ تعالى كده نشوف تاني كده، لو مكتوب احسن يعني نتكلم بقى ونشوف هنا بيتكون من ايه. ما احنا خلاص بقى، بص يا زعيم، السيل ممبرين سيبك من الكلام المكتوب بس عشان ايه ما تتخضش منه، تعالى بس كده. السيل ممبرين بيتكون من، هي الام سي كيو هتيجي كده بقى، السيل ممبرين بيتكون من ايه؟ من ليبيد وبروتين وكربوهيدرات ماشي. طيب ماشي، هما عاملين ازاي؟ متنظمين ازاي؟ الارينجمنت بتاعهم ازاي؟ ده عباره عن فوسفو ليبيد باي لاير ماشي، هو بيسموه كده فوسفو ليبيد باي لاير. تعال بص عليها كده، بص عليها، شايف السيل ميمبرين عامل ازاي؟ استنى بس نقله بعيد شويه. شايف السيل ميمبرين عامل ازاي؟ السيل ميمبرين قدامك اهو، فوسفو ليبيد باي لاير، مش ده فوسفو ليبيد؟ ادي طبقه من فوسفو ليبيد اللي هي اللي فوق دي كلها ماشي، وده طبقه من الفوسفو ليبيد ماشي، طبقه من الفوسفو ليبيد وطبقه من الفوسفو ليبيد، اتفقنا كده؟ الكلام حلو، الكلام جميل، الكلام زي القمر يا سيدي، الكلام زي القمر ماشي. الفوسفوليبيد ده الجزيء ده ماشي بيتكون من ايه؟ بيتكون من رأس ماشي، وبيتكون من ديل، بيتكون من رأس وبيتكون من ديل ماشي، هو كله كده، رأس وديل، رأس وديل، رأس وديل، تمام كده؟ طيب ده كلام حلو، كلام زي الفل. يبقى انت دلوقتي عندك السيل ممبرين بيتكون من فوسفوليبيد باي لاير، يعني فوسفوليبيد يعني طبقتين كده من الفوسفوليبيد، باي لاير باي يعني اثنين، باي يعني اثنين، بي اي لاير يعني طبقه، فبيتكون من فوسفوليبيد باي لاير تمام كده اتفقنا. طيب اللاير دي فيها ايه تاني؟ فيها شويه بقى بروتينات، فيها بروتينات ماسكه كده ورايحه للناحيه الثانيه، معديه الموضوع كله، معديه الممبرين كله ماشي، وطالعه من الناحيه دي وطالعه من الناحيه دي تمام كده. طيب وده ايه ده؟ ده برضو بروتين، بس هو بس جاست ان هو داخل شويه ماشي، ما دخلش لحد الناحيه الثانيه، لا هو بس شويه كده في السيل ممبرين وبرضو طالع من الناحيه الثانيه. طيب ايه ده بقى؟ ده بروتينات، بس هي ما دخلتش في السيل ممبرين اصلا، هي موجوده على السطح من بره كده، اتفقنا؟ طيب ده كلام زي الفل، ده كلام زي الفل. انا عايزك بس تفهم ان هنا ماشي جوه الخليه ماشي، والناحيه اللي بره دي بره الخليه ماشي. طيب يعني ايه بقى عندنا في الطب جوه الخليه؟ خليه يعني سيل ماشي، لما اجي اتكلم عنها بقول سيلولار، سيلولار، سيلولار ماشي، لما اقول لك انترا، انترا سيلولار يعني جوه الخليه، انترا، انترا سيلولار يعني جوه الخليه، الحاجات اللي جوه الخليه ماشي. يعني السيل ميمبرين ده مكمل بقى كده ماشي، ومكمل من الناحيه دي ماشي، والخليه هي اللي في النص هنا، انت فاهمني؟ طيب انا واخد حته صغيره خالص منه، واللي بره ده اسمه اكسترا، اكسترا، اكسترا سيلولار يعني بره الخليه ماشي، وانترا سيلولار يعني جوه الخليه، اتفقنا؟ طيب هل الرسمه دي عليك؟ مش عليك ولا اي حاجه يا برنس، انا بس بفهمها لك. تعال كده نشوف بقى الكلام اللي انا ايه كاتبه تحت عليها، انا اللي انا عايزك تفهمه هنا، عندك رسمه جميله خالص اهي ولذيذه وزي الفل، ده عباره عن فوسفوليبيد باي لير، في شويه بروتينات كده ماشي، شويه البروتينات دي ناحيه من الناحيه الثانيه، او البروتينات دي موجوده بس نصها كده اللي مغروز، يا اما البروتينات دي على السطح كده، اتفقنا الكلام كده؟ الكلام كده لذيذ. طيب ده كلام حلو. بعد كده ده جزيء فوسفوليبيد اهو ماشي، وده اللي بره ده الكربوهيدرات. طبعا يعني انت شايف ايه اللي اكتر حاجه، يعني اكتر حاجه موجوده ايه؟ الليبيد صح، وفوسفوليبيد باي لاير ده كلها. بعدها مثلا ممكن نقول ايه؟ بروتين مثلا، بروتين. بعد كده ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول الكربوهيدرات، ممكن يعني الكميه بتاعتهم، انت شايف ايه يعني؟ شايف ايه من عندك؟ اتفقنا؟ طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نفتح البي دي اف ماشي، اللي هو الكتاب، وتابع معايا يا سيدي، عايز تتابع تابع ماشي، تكتب لك الكلمه كده ايه خطف اكتب تمام. بس عايز اتفق معاك ان انا بارد قوي في الشرح ماشي، علشان بس جاست ان انا افهمك ماشي، انت حابب تسرعني سرعني، انت فاهمني؟ عم في عندك تسريع، وانت واصل اساتذه تسريع من موضوع الاونلاين اللي هو كان في ثانوي ده تمام، ودكتور المحاضره بتاعته 7 ساعات و8 ساعات ده ما كانش على ايامي، بس انتوا لو بتسمعوها بقى فانتوا غالبا كنتوا بتسرعوا على 4 مش 2 زينا تمام. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للموضوع ده، واحده واحده بقى. هيقول لك هو بيتكون من ايه؟ هياخد، مش احنا اتفقنا ان هو بيتكون من 3 حاجات اللي هو ليبيد وكربوهيدرات وبروتين؟ احنا اتفقنا على كده صح؟ هو هياخد بقى واحد واحد من الحاجات دي ماشي ويتكلم عنها، يعني هياخد الليبيد يتكلم عنها، هياخد البروتينات يتكلم عنها،
وهياخد الكربوهيدرات يتكلم عنها. اتفقنا؟ طيب عايزك بس ركز معايا في بالظبط كده عباره عن كلمتين او ثلاثه ممكن يقابلونا جداد، تمام كده؟ بعد كده بكلمك كمصطلحات ماشي، مش كاسماء، في اسماء شويه حلوين كده هيقابلونا، ولكن بكلمك كمصطلحات ماشي. زي اللي هو هيدروفيلك وهيدروفوبيك والكلام ده كله، تمام كده؟ بصوا يا جماعه، علشان بس قبل ما ابدا في الحته دي انا بس عايز اقول لك حاجه انا فوتها فوق هنا، عشان بس ايه، زمانك رحت على جوجل عشان تترجمها. يعني ايه امفيباثيك؟ امفيباثيك يعني بار مائي، يعني بار مائي يعني اللي هو بيحب الميه وبيحبش الميه، يعني بيحب الميه قصدي، وبيحب الـ الـ او ممكن يعيش من غير عادي، انت فاهم؟ زي مثلا الحاجات اللي هي بار مائيه بتعيش في الميه وبتطلع بره عادي، فاهمني؟ بس هفهمك يعني ايه معناها دلوقتي، يعني ايه بر مائي، ايه اللي جاب المايه هنا، بس هفهمك ماشي. بس افهم بس ان امفيباثيك بر مائي، عشان بص انا فاهم دماغكم اكتر منكم اصلا، لان انا اكتر واحد متاثر بسنه اولى ماشي، على طول بعمل معاكم حاجات وكده. فاللي هو انت شفتها ماشي، والله ما هتعديها اقسم بالله، دي مهمه جدا ومش مهمه ولا حاجه ماشي. بس هتعمل لك ايه طيب؟ انت بتحب تترجم كل حاجه، بس اسمع مني الكلام ومالكش دعوه ماشي. هو بيتكون من ثلاث حاجات، ليبيد وبروتين وكربوهيدرات، اتفقنا؟ امفيباثيك دي معناها بر مائي، فكك منها تمام. اصل انا عارف انت زمانك رحت ترجمتها غالبا، يعني غالبا، يعني غالبا انت رحت كده واصلا قعدت تقول لي الدكتور ما بيشرحش دي ليه يا ابني. مش لازم اشرح لك كل حاجه، مش لازم كل حاجه اقول لك عليها، عشان هي بجد مش مهمه، انت فاهمني؟ ركز على الحاجات اللي هتجيلك في الامتحان بس ماشي. انا هقول لك كله، بس انا اقصد يعني انا ايه فوتها بمزاجي، لان انا هقولها تاني هنا اهو، تمام كده؟ طيب وهوضح لك بقى يعني ايه اصلا محب الماء وكده، الماء وكل الكلام ده. عندك اول حاجه اللي هو امفيباثيك ليبيد كومبوننت، مش احنا اتفقنا هما ثلاث حاجات، ليبيد وبروتين وكربوهيدرات، تمام كده؟ طيب اول حاجه خالص الليبيد. الليبيد ماشي، بيقول لك ان دي اللي هو الحاجه الميجور، اللي هي ده الاصل، ده الباك بون. باك بون يعني العمود الفقري بتاع السيمبرين، تمام كده؟ ده المعظم يعني. طيب عايزين نتكلم على الليبيدز اللي موجوده جوه، ايه انواعها ماشي، ايه انواعها؟ بيقول لك ذا ميجور ليبيدز في السيل ممبرين، الغالبيه العظمى من الليبيدز اللي موجوده في السيل ممبرين هي الفوسفوليبيد. ما احنا اتفقنا اصلا مش هو فوسفوليبيد باي لير ماشي، يبقى هو عباره عن ايه؟ عن فوسفوليبيد. وايه كمان؟ استنى كده ثواني عشان ايه؟ ثانية واحدة ماشي، ده ايه؟ ده فوسفوليبيد ماشي، يبقى الغالبية العظمى فوسفوليبيد. وايه كمان؟ وكوليسترول، وايه كمان؟ وحاجة اسمها جلايكوليبيد. عارف الكوليسترول؟ لما حد يقول لك أنا عندي كوليسترول ياما، ده عبارة عن ليبيد، دهون ماشي. طيب هتاخدها بالتفصيل في شابتر الليبيد ماشي. أنا بس في حاجات كده أنت هتعديك هنا عبارة عن أسماء، عدي نفسك. يعني إيه جلايكوليبيد؟ بص يا سيدي، فاكر لما كنت بقول لك إن في كربوهيدرات ماسكه هنا في البروتين ماشي؟ الكربوهيدرات الاسم الثاني بتاعها او الجزء بتاعها، مش انا لما قلت لك لما اجي اتكلم على الخليه بقول سيلولر ماشي؟ لما اجي اتكلم بقى على الكربوهيدرات بقول جلايكو ماشي؟ فدلوقتي عندك كربوهيدرات ماسكه في بروتين فاسمها جلايكو بروتين. جلايكو بروتين يعني ايه جلايكو بروتين؟ دي عباره عن كربوهيدرات ماسكه فين؟ في البروتين. طب لو لقيت كربوهيدرات ماشي، انا نسيت ارسمها، لو لقيت كربوهيدرات ماسكه في الليبيد هنا، لو لقيت كربوهيدرات ماسكه في الليبيد يبقى هتسميها ايه؟ جلايكوليبيد ماشي. جلايكو اللي هي ايه؟ كربوهيدرات وليبيد، اتفقنا؟ طيب يبقى انت دلوقتي عندك هما الدهون ثلاث حاجات ماشي، دهون ثلاث حاجات، فوسفوليبيد ماشي اللي هو الجزيء اللي احنا اتفقنا عنه، كوليسترول، وده عباره عن حاجات بتبقى موجوده كده ايه جوه الجهاز كده، جوه السيمبرين محشوره جواه ماشي، ما رسمتهاش في الرسمه طبعا ماشي. وجلايكوليبيد، جلايكوليبيد جلايكو يعني كربوهيدرات وماسكه في ايه؟ في الليبيد، تمام كده؟ طيب بيقول لك ان الليبيدز دي ماشي، الليبيدز الجميله خالص دي اللي هي الامفيباثيك ليبيدز ماشي، بتبقى مترتبه ماشي في باي لاير ماشي. يبقى الفوسفوليبيد بتبقى مترتبه في ايه؟ باي لاير ماشي، باي لاير ماشي. ويز ايه بقى؟ يعني التركيب بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ بيكون ليها بولر هيد ماشي ونان بولر تيلز. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني بقول لك ان الراس بتاعها راس قطبيه ماشي. تعالى كده بص عليها، الراس راس بولر، بولر يعني قطبي، بولر يعني قطبي، قطبي يعني بيحب الميه صح؟ عارف انت مش الماء ده بيبقى بيحب الحاجات اللي هي القطبيه ماشي، بتزوف فيه اللي هي بتبقى موجب وسالب وكده يعني، فاكر الكلام ده في ثانوي؟
لما كنا ليه بنحط ملح مثلا في البتاع؟ عشان هو قطبي ماشي. طيب الماء مذيب قطبي جيد. اي بص هو ده قطبي، بولر، بولر يعني قطبي، فبيحب الميه، راس بيحب الميه، والديل، الديل مزنوق جوه، الديل ما بيحبش الميه، الديل جوه هو ما بيحبش الميه، مزنوق جوه في المكان ده ماشي، ومتخبي عن الميه اللي بره واللي جوه ماشي، لان جسمك كله من جوه عباره عن خلايا وميه. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للموضوع ده. فبقول لك ان هو بيقول لك في بولر هيد ماشي فيسنج اوت وورد، يعني البولر هيد طالعه لبره ماشي، والنون بولر تيل ماشي داخله لجوه. حرفيا انتوا بتستهلكوا مني جهد كبير جدا في ان انا حرفيا اترجم لكم، لان معظم الكلام ده ماشي مش محتاج ان هو يتقال، بس انا عارف ان انت بتبقى حرفيا قاعد انت خايف، انت مش عارف ايه ده، اذاكر ايه بقى؟ بص يا زعيم، انا وانا بشرح الكلام ده حطيت لك دلوقتي عناوينك ماشي، اللي هو فوسفوليبيد وكوليسترول وجلايكوليبيد، تمام كده؟ طيب انا عايزك تعرف بس ان الفوسفوليبيد ده عباره عن الثلاث حاجات دول، وركز عليهم قوي، ركز عليهم قوي، عشان جت في الايه، في السنه بتاعتي، تمام؟ جت في السنه بتاعتي بيسالك هو الفوسفوليبيدز عباره عن ايه، او كل اللي جاي ده من الفوسفوليبيد ما عدا ايه، او اللي جاي ده من الفوسفوليبيد يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا هيجيب لك في الاختيارات ماشي، كل اللي جاي ده من الفوسفوليبيد ما عدا ماشي، وقوم جايب لك بقى كوليسترول ولا جلايكوليبيد ولا السؤال كده، ايه من اللي جاي ده، معلش انا اسف، ايه من اللي جاي من الفوسفوليبيد ماشي، وجايب لك الجلايكوليبيد وكوليسترول ماشي، وحاجه اسمها ايه، سفنجومايلين ماشي، سفنجومايلين، السفنجومايلين ماشي، والفوسفوليبيد ماشي، والجليسرول، الثلاث حاجات دولت ماشي فوسفوليبيد ماشي، الثلاث حاجات دول فوسفوليبيد. اقول لك سؤال جه في السنه بتاعتي، اتفقنا؟ ده جه في السنه بتاعتي ماشي، يقول لك ايه من اللي جاي ده فوسفوليبيد، ايه اللي جاي ده فوسفوليبيد ماشي، وجايب لك، هيجيب لك واحده بس من دول طبعا في الاختيارات ماشي، اللي هو اسفين مثلا، اسفينو ماجلين دي اللي كانت جايه ماشي، وهو مخبط لك الكوليسترول والجلايكوليبيد كمان ماشي، ايه من دول الفوسفوليبيد اللي انا ملونهم بالاخضر بس، الجلسترول والفوسفوليبيد والايه، هو اسمه جلسترول فوسفوليبيد، وهي عندك ايه، الاسفينو، ايه اسفينو ماجلين ماشي، سفينجو ماجلين، تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للموضوع ده. مبدئيا يا جماعه الامتحان في الاول كلها ام سي كيو مع الفاينل، بس بيكون الترا شورت، فانت اهم حاجه تبقى حافظ شكل الكلمه ماشي، مش مهم كتابتها قوي، بتدرب على الكتابه في الاخر، بس المهم بس تبقى الكلمه في دماغك، اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لايه، بالنسبه للموضوع ده. طيب نكمل بقى، احنا كده خلصنا اول حاجه، اول كومبوننت اللي هو بتاع مين، بتاع الليبيد، اتفقنا كده؟ طيب وخلصناه بامان والدنيا زي الفل ماشي، وخلصنا السؤال بتاعه والدنيا تمام قوي، وقراته لك كمان، تمام كده؟ طيب بعد كده عندك البروتين، البروتين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انواع، انت كنت شايفه ايه هناك؟ كنت شايف ان في بروتينات موجودة على السطح خالص صح؟ وفي بروتينات داخلة جوه، ممكن الداخلة دي تكون جوه يعني حاجة بارشالي، بارشالي يعني جزئيا ماشي؟ هيدن يعني مخفية ماشي؟ مخفية جزئيا وممكن تكون مخفية كليا ماشي؟ طيب ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة للبروتينات، تعال بقى نشوفها ماشي؟ تعال ايه نشوفها. على فكره في نوع تالت انا مش رسمه في الرسمه ماشي، وفي نوع تالت مش رسمه في الرسمه، بيكون مثلا هنا يعني، تعال نجيب كده الرسمه ماشي، ارسم لي بقى كده ايه، في بروتينات هتلاقيها موجوده في النص كده تمام، مخفيه تماما، مخفيه ايه تماما، يعني البروتينات مخفيه كلها، البروتين كله مخفي جوه، كله مخفي، اتفقنا كده؟ كله مخفي ماشي. طيب ده كلام زي الفل، ده كلام ايه، كلام زي الفل. يبقى انت دلوقتي عندك البروتينات خلصناها ماشي، ثلاث حاجات، يا اما بروتينات بريفرال ماشي يعني ناحيه بره تمام كده، يا اما بروتينات بريفرال ناحيه بره، يا اما بروتينات انتجرال ماشي، انتجرال يعني في جوه مدفونه بقى ماشي، مدفونه ماشي. البروتينات اللي هي البريفرال دي ماشي، بيقول لك ذات از اتاتشد تو ذا بولر هيدز ماشي، وسعها كده، احنا بنقول اللي هي ايه، الخارجيه، اتاتشد تو، ماسكه فيه، ماسكه فيه، ماسكه فين، في البولر هيدز ماشي، اوف ذا ليبيد باي لاير ماشي، باي هيدروفوبيك هيدروفيلك ماشي انتر اكشن، هيدروفيلك ايه انتر اكشن. طيب عايزين نفهم لك بقى الكلام ده كله، عشان انت لسه كونكتد تشو ومش فاهم حاجه وحاسس ان الدنيا ايه معقده. طيب واحده واحده، احنا قلنا اول حاجه ايه، ان هي اتاتشد لمين، اتاتشد للبولر هيدز، اتاتشد للبولر هيدز صح كده؟ طيب ثواني كده،
خلاص يا جماعة اتفقنا. يبقى انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك البروتينات نوعين، يا اما بريفرال يا اما انتجرال. بريفرال يعني ناحية بره، انتجرال يعني محشورة جوه، اتفقنا؟ طيب بريفرال قلت لك ان هي ايه؟ انت عارف لو انت عارف لو انت غالبا بتاعها انك عارف، لو انت بصيت على الرسمه هتلاقي الكلام معاك قوي حلو. زي مثلا بقول لك اهو بروتينات موجوده بره، دي اسمها بريفرا، يعني دي الوحيده اللي اسمها بريفرا لنا، ماشي؟ ليه؟ ماسكه فين؟ ماسكه فين البريفرا دي؟ ماسكه فين يا زعيم؟ ماسكه فين؟ في الهيدز اهو، ماسكه في الهيدز، ماشي؟ في البولر هيدز، ماشي؟ بيقول لك الانتر اكشن بينهم او الرابطه هيدروفيلك. يعني ايه هيدروفيلك؟ يعني ايه؟ يعني بص، هما انت عندك حاجتين، حاجه اسمها هيدروفيلك وهيدروفوبيك. يعني ايه فوبيك؟ يعني فوبيا، لما اقول لك واحد عنده فوبيا من حاجه يعني بيخاف منها، صح؟ يعني ايه هيدرو بقى؟ هيدرو يعني ميه. طيب يعني ايه هيدروفوبيك؟ هيدرو يعني ميه، وفوبيك يعني بيخاف، يبقى هيدروفوبيك يعني بيخاف من الميه، ماشي؟ ايه اللي بيخاف من الميه هنا؟ الزيول هي اللي بتخاف من الميه، تمام؟ طيب اتفقنا كده؟ الزيول هي اللي بتخاف من الميه، اللي هي اللي جوه دي، عشان كده ايه محشوره جوه. طيب بالنسبه للرؤوس اللي فوق دي بولر، ماشي؟ هيدروفيليك بتحب الميه، فبيقول لك اي هما الاثنين ماسكين مع بعض بروابط بتحب الميه، تمام كده؟ هيدروفيليك انتر اكشن، اتفقنا كده؟ ماسكه فين يا زعيم؟ ماسكه في الايه؟ في البولر هيدز. عليك فهمت الدنيا. طيب تعال بقى الانتجرال كده، بص الانتجرال، بص عليها كده، والله ممكن تلاقيها ايه؟ بيقول لك بارشالي هيدن. بارشالي هيدن يعني ايه؟ مختفيه. بارشالي يعني جزئيا بس، ماشي؟ فدي جزء منها مختفي وجزء تاني طالع لفوق اهو، ماشي؟ او ممكن تكون كومبليتلي هيدن. كومبليتلي هيدن زي انت شايفها كده، دي كومبليتلي هيدن، كلها مخفيه، تمام؟ وممكن تكون بتكون اللي هي ايه، طالعه من الناحيه الثانيه كده، طالعه من ناحيه وجايه من الناحيه الثانيه، اتفقنا؟ طيب تعال نبص عليهم ونشوف ايه الكلام ده. بيقول لك ان ممكن تكون كومبليتلي هيدن، ماشي؟ زي ما انت شايفها اهي، كومبليتلي هيدن، ماشي؟ كومبليتلي هيدن، تمام كده؟ ماشي؟ فين؟ في الهيدروفوبيك بارت، ماشي؟ في الهيدروفوبيك بارت، ماشي؟ مش اتفقنا ان الجزء ده ماشي كله هيدروفوبيك؟ الناس الحته دي بتخاف من الميه، فوبيك خلاص. يبقى الحاجات اللي معموله هنا ده بيقول لك كومبليتلي هيدن في الهيدروفوبيك بارت، وده بيسموه هيدروفوبيك بروتين، هو برده بيخاف من الميه، مش محشور معاهم، فبيسموه هيدروفوبيك بروتين. طيب ممكن يكون بارتلي هيدن، بارتلي بس جزء منه بس هو اللي هيدن والباقي تمام، تمام؟ واحد في الهيدروفوبيك بارت وواحد في الهيدروفيلك بارت، اتفقنا يعني كلام بديهي، ما هو بارش هيدن يعني شويه منه هنا وشويه منه هنا، ماشي؟ ليه؟ انت عارفه من الرسمه، لو بتقرا الكلام تحس ان الكلام رخم قوي، لكن انت حالا انت بتقرا كلام انت فاهمه، انت فاهمني؟ بعد كده بقى حاجه اسمها ترانسنج بروتين او ترافيرسنج بروتين. ترافيرسنج بروتين ده معناها ان بروتينات طالعه من الناحيه الثانيه، ماشي؟ ترافيرسنج بروتين معناها بروتينات، ماشي؟ انتقاليه، ماشي؟ بتنقل حاجات، ماشي؟ بيقول لك اتاتش تو ذا ليبيد باي لاير باي هيدرو فوبيك بارت، ماشي؟ وهيدروفيلك انتراكشن، يعني هي بتمسك بيها بالرابطتين، رابطه هيدروفيلك ورابطه هيدروفوبيك، يعني ماسكه هنا كده في الجزء ده كده، ماشي؟ بروابط هيدروفيلك، ماشي؟ راح اتفقنا الرؤوس بتحب الميه، وجوه ماسكه بايه؟ بهيدروفوبيك، ماشي؟ من ناحيتين برضه نفس الموضوع كده، تمام كده اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للموضوع ده، هل الرسم ده عليك؟ والله ما عليك، بس انت لو انا ما رسمتلكش الرسم ده وفهمته لك مش هتفهم حاجه اصلا من الكلام ده، تمام؟ طيب بص يا زعيم، انا عايزك دلوقتي هكلمك عن حاجه اسمها الفانكشنز اوف ممبرينز، ماشي؟ ده سؤال غالبا كده التر شورت مهم في الفاينل عادي، يعني ممكن يسالك يقول لك كده، قول لي كده الاهميه بتاع السيل ممبرينز عموما، ماشي؟ وهتقوم انت خابط له بقى ايه الشويه الحلوين دول. بص يا زعيم، اول حاجه خالص انا عايز اجيب لون اصفر تاني. اول حاجه خالص ان الانزيمات دي البروتينات دي ممكن تبقى ايه؟ بص انا ممثلك ايه؟ بص ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى فورم انزيمز، ماشي؟ ممكن تبقى انزيمات، ممكن تبقى ايه كمان؟ يعني ممكن البروتينات تبقى انزيمات. اه يا عم ماشي، عندك بروتينات كتيره انزيمات، لما تاخد الانزيمات هتعرف ان الانزيمات ماشي بتكون من جزء كده ايه بروتيني وجزء تاني مش عارف ايه، فهي اصلا الانزيمات بروتينات سهله دي. طيب ايه كمان ممكن نستخدمها كريسبتور، ماشي؟ كريسبتور، عارف البتوع اللي بره دول اللي هي الحاجات اللي بره دي، ماشي؟ اللي هي البروتينات دي ممكن تشتغل كريسبتور، يعني البروتين ده ممكن يشتغل كايه؟ كريسبتور. يعني ايه ريسبتور؟ مستقبل لمين؟ لايه؟ لا بقول لك الهرمونات، عارف الانسولين كده؟ الانسولين
لما بيجي كده يشتغل، هل هو بيشتغل كده بمزاجه؟ لا، الانسولين ده بيطلع من البنكرياس ماشي، من جزر لانكرهانس، بعد كده بيروح على مين؟ على اي خليه هو عايز ايه يشغلها. يعني كل الخلايا بتاع الجسم عليها مستقبلات للانسولين، بيروح الانسولين يقف عليها ماشي، ويقوم مدخل الجلوكوز جوه الخليه، فتفضل ايه، فتبدا الخليه تشتغل. بس يعني الدنيا تمام، سهله سهله. يبقى احنا ايه ده الايه ده ده الكلام اللي انا بقول لك عليه، هي شغاله كريسبتور مستقبل ماشي. طيب، او ممكن تشتغل كانتيجين كمان. طيب ايه كمان؟ بيقول لك البروتينات، بعض البروتينات يعني بتكون بتستخدم كايه، كترانسبورت بروتينز. يعني ايه ترانسبورت بروتين؟ دي ترانسبورت بروتين يعني نواقل. يعني ايه؟ يعني قنوات ماشي. يعني ايه؟ يعني بتنقل الاجزاء الصغيره. زي مين؟ زي البروتينات دي. البروتينات دي اللي هي اللي طالعه من الناحيتين دي بتستخدم كنواقل. تمام كده اتفقنا، قنواقل، اتفقنا كده. طيب ده كلام جميل زي الفل. بعد كده عندك حاجه اسمها جلايكو بروتينز وجلايكو ليبيد. جلايكو بروتين وجلايكو ليبيد ماشي. ايه بقى جلايكو بروتين وجلايكو ليبيد؟ جلايكو يعني كربوهيدرات، اتفقنا ماشي. وبروتين يعني ايه؟ بروتين. جلايكو يعني كربوهيدرات، وليبيد يعني ليبيد. طب طلعهم لي بقى من هنا. ادي البروتينات اهي ماشي، ده كربوهيدرات ماسك فيها، اسمه ايه؟ جلايكو. جلايكو ايه؟ بروتين، او ماسك في البروتين. هنا ماسك في الليبيد، يبقى جلايكو ليبيد، اتفقنا كده. طيب ده كلام زي الفل. تعال نكمل يا سيدي، تعال نكمل. بيقول لك مالهم بقى دول؟ مالهم؟ بص يا زعيم، بيقول لك ان دول بيستخدموا ماشي ك ايدنتيتي ماركرز، اللي هو ايه؟ عارف لما اجي، عارف صاحبك كده، لما عارف صاحبك لما تيجي تتصور صوره ويقوم حاطط صباعينه كده فوق دماغك ماشي، كانه بيعلم عليك كده بالظبط، نفسها بالظبط نفسها ماشي. فالحاجات دي بيستخدمها ايه؟ اللي هو ايه، عايزين نعلمك عشان ما تتوش في السوق بقى، فاهم؟ اللي هو حاجه شبه كده، عارف انت المثل اللي بيقعد يقول لك كده، يعني التريقه عليك، يقول لك عايزين نعلمك عشان ايه، ما تتوش في السوق ماشي. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للموضوع ده. فهي هي بتستخدم كايدنتيتي ماركرز، تمام كده، ايدنتيتي ماركرز، تمام كده. اللي هو اجيبها لك ازاي؟ انا مش عايز امثلها لك كده، بس عارف البهايم اللي بتبقى في السوق بتلاقي كده في ودانها متعلقه بحاجه، يعني محطوط عليها حاجه في ودانها كده ماشي، وملزوقه فيها، وبتبقى لونها اصفر كده زي كارت كده، كارت. عارف الكارت ده؟ يقول بص عليه اعرف البقره دي بنت مين وبتاع مين وفين وازاي وكده، كل الكلام ده. فبيقول لك ان هي كيبنج سيل انديفيدوالي ماشي، انديفيدوالتي. يعني ايه انديفيدوال؟ دي يعني الخصوصيه بتاعتها، او اللي هو ده الفرضيه بتاعتها، او هو دي الخليه الفلانيه ماشي. فبيستخدموها كايدنتيتي ماركرز ماشي، زي الباسبور بتاعك كده ماشي، بس هي بقى ايه، لازقه عليها على طول. او ممكن يستخدموها في حاجه اسمها السيل ادهيجن. السيل ادهيجن اللي هو ايه؟ ان الخلايا تلزق في بعضها ماشي. امسح بقى الصدر ده كله وفكك منه، يعني كده. طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبروتينات. خلصت خلصت. تعال نجيبها تاني كده. البروتينات دي عباره عن جزئين، يا اما حاجات بره ماشي لازقه بره على السطح كده، ماسكه فين؟ ماسكه في الرؤوس، صح؟ ماسكه في الرؤوس ماشي، بروابط هيدروفيلك، بتحب الميه، الجزء اللي بره بيحب الميه، تمام كده. طيب بالنسبه بقى للانتجرال بروتينات، البروتينات كده محشوره جوه، ممكن تبقى محشوره كلها، ممكن تبقى محشور جزء منها، ممكن تبقى مش محشوره اصلا طالع من ناحيتين، ودول بيستخدموا كقنوات ماشي. الفانكشن بتاعتها ممكن تبقى انزيمات، ممكن تبقى ريسبتورز للهرمونات، ممكن تبقى نواقل، ممكن يبقى جلايكوليبيد وجلايكوبروتين بيستخدموا في السيل ادهيجن، اللي هو السيل سيل تلزق في بعضها، شويه خلايا تلزق في بعضها، او حاجه اسمها ايدنتيتي ماركرز، زي ايه؟ زي البقره اللي بتمشي في السوق وحاطه مين؟ حاطه حاجه في ودنها كده، تمام كده، بيعلموها عشان ما تتوهش، تمام كده اتفقنا. طيب بالنسبه للكربوهيدرات، الكربوهيدرات ماشي دي بتكون من او بتكون 2 ل 10%، بتكون 2 من 10% من السلم برين ماشي. وطبعا يا اما بتمسك في البروتينات، يا اما بتمسك في مين؟ في الليبيد ماشي. يا اما بتمسك في البروتينات، يا اما بتمسك في الليبيد ماشي. اللي بتمسك في البروتينات اسمها جلايكو بروتين، وبتمسك في الليبيد اسمها جلايكو ليبيد ماشي. وجايب لك بقى شويه امثله كده عليها، عن الشوجرز، السكريات اللي بتبقى موجوده في الجلايكو بروتين والجلايكو ليبيد. طبعا مش كلها عليكم ماشي، بس اعرف مثلا جلوكوز انت اكيد عارفه، جلاكتوز، مانوز ماشي. المفروض يعني ده فركتوز يعني، بس مش عارف تقريبا في حرف تي وحرف ار والدنيا بايظه يعني، ما علينا يعني.
بالنسبه للحاجات الباقيه دي كلها ماشي، عايز تقراها لنفس القراءه ماشي، ان اسيتايل جلاكتوزاماين ماشي، وان اسيتايل جلوكوزاماين. يبقى هو بص عباره عن جلاكتوز وجلوكوز ماشي، دخلنا عليهم شويه حاجات فبيسموها ان اسيتايل جلاكتوزاماين وان اسيتايل جلوكوزاماين. اتفقنا كده؟ اعرفهم بس لنفسك ماشي، ان شاء الله مش هيجوا في الامتحان يعني، اعرفهم لنفسك بس. طيب بعد كده انا عايز اعرف الفانكشن بتاع الكربوهيدرات. بص يا سين، عارف السيل الهيجه اللي كانت فوق ماشي موجوده برضو هنا، عارف السيل ايدنتيتي اللي هي ايدنتي ماركرز والناس تبقى عارفاهم، اللي هو سيل ريكوجنيشن انك تعرف الخلايا ببعضها، موجوده برضو تمام كده ماشي، وبيسموها بو وبتبقى موجوده برضو كريسبتور تمام كده. يبقى كل الكلام ده ايه من الحاجات اللي فوق، وزودنا عليهم ريسبتور كمان، اصلا هي نفسها برضو ما اللي فوق كانت شغاله ريسبتور برضو. اتفقنا؟ يبقى ده ريسبتور وادهيجن وريكوجنيشن ماشي. ريكوجنيشن يعني التعرف ماشي، الخلايا التعرف على الخلايا. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للموضوع ده. احنا كده خلصنا جزء كويس قوي من ايه، من السيل ممبرين، فاضل لنا بس 10 دقايق اشرحهم، بعد كده ايه هنكمل المره الجايه باذن الله. بص يا زعيم، احنا دلوقتي خلصنا اللي هي الاجزاء اللي هي ايه بتكون السيل ممبرين. انا عايز اعرف بقى نظريات لوصفته. السيل ممبرين ده اتوصف بحاجات كتيره، من حيث تركيبه، من حيث هو سائل ولا صلب ولا حاجه ميكس، من حيث ايه الحركه اللي بتحصل في السيل ممبرين، هو اكيد بيتحرك مش ثابت صح؟ ففوق كل الكلام ده في نماذج ونظريات وصفته، في مودلز وصفته. اتفقنا كده؟ فبيقول لك ان الاثنين الكبار ان اتفقوا اللي هم وصفوا السوبرا مولوكيولار اركتكتشر بتاع البيولوجيكال ميمبرينز، هم اثنين يعني. في عندك كده سوبرا مولوكيولار اركتكتشر يعني التركيب اللي هو الجامد، التركيب اللي هو انا خلاص هشوف بقى ايه اللي موجود ده ماشي. في عندك نموذجين، حاجه اسمها فلويد موزيك موديل، فلويد موزيك موديل ماشي، او موزايك، فلويد موزايك موديل. يعني ايه فلويد موزايك موديل؟ انا لما رحت وقتها كده وانا في سنه اولى عشان اترجمها، ما انا بقى واد مترجم قد الدنيا، ما انا منزل برنامج ترجمه قد الدنيا معايا، ترجمه طبيه ماشي. بالمناسبه انا عايز اوريه لكم بتاع البرنامج ده، هو اسمه ديكت بوكس ماشي. ديكت بوكس ده برنامج لطيف كده، هيساعدك كتير جدا في الايه، في الكلام بتاعك يعني تمام كده. مش بهزر والله. يعني مثلا فلويد موزايك موديل ده، انت لو جيت تترجمه اصلا هتلاقيه اسمه نموذج الفسيفساء ماشي. انا فريق لي اصلا اعرف الفسيفساء، انا اصلا ارتحت نفسيا والله ما ارتحت ماشي، هو نموذج الفسيفساء ماشي. فانت احفظ بقى اسمه فلويد موزايك ابييرنس. موزايك عارف انت اللي هو اللون بتاع السيراميك ده، اللي هو بيبقى ايه مخشب كده، اللي هو الوان كتير في بعضها كده، ده اسمه نموذج الفسيفساء. حلو. طيب بعد كده بقول لك اسيمتري اوف ذا بيولوجيكال ميمبرين، يعني الميمبرين بيكون مش كله سيمتريكال، لا لا بالعكس، في اسيمتري فيه ماشي. اسيمتري سيمتري يعني عارف لما اقول لك مثلا ايه، ان الولد ده شبه الولد ده بالظبط، سيمتريكال ليه، ايدنتيكال ليه، شبهه بالظبط ماشي. كل حته فيه هنا هي نفس الحته، العين دي زي العين دي، المناخير زي المناخير، البق زي البق، الايد زي الايد، الطول زي الطول، عارف انت الناس دي هي بالظبط كده. ده بيسموه سيمتري، سيمتريكال ماشي. اما احط قبل اي كلمه ا، لما احط اي قبل اي كلمه كلمه حرف الا ده، اعرف ان انا ايه بقول لك ايه، ان كلمه ا دي ا يعني لا، يبقى هو مش سيمتري تمام كده. طيب واحده واحده بقى ناخد اول نظريه بتاع ايه الفلويد موزيك ابيرنس. بقول لك ان في اجزاء كتيره وفي نظريات كتيره ومودلز كتيره اتحطت عشان توصف السوبرا مولكيولار اركتكتشر بتاع البيولوجيكال ميمبرينز، كلام بقى عبيط بقى ماشي. بيقول لك ان اكتر واحد اكسبتد هو الايه، الفلويد موزايك ابييرنس ماشي، او الفلويد موزايك موديل ماشي. مين عمله؟ واحد كده اسمه سينجر ماشي، سينجر بيغني اهو بيغني، وحاجه اسمها ايه نيكلسون ماشي. انا علمت لك عليهم عشان اسماء العلماء دي غالبا مهمه ماشي. يبقى هما ايه دول اكتر اكسبتد موديل في المودلز اللي اتعملت ماشي. طيب هو بيوصف ايه بقى الموديل ده؟ بيوصف ثلاث حاجات، بيوصف التركيب بتاع السيل ممبرين، بيوصف الفلويديتي بتاع السيل ممبرين، بيوصف الموفمنت بتاع السيل ممبرين. ايه بقى الكلام ده؟ ده كلام صعب عليا قوي يا دكتور، انا لسه في الاول يا دكتور، واحده واحده يا دكتور ماشي يا سيدي. بيقول لك يا سيدي انا دلوقتي هتكلم على مين؟ ما بوصف قصدي دلوقتي بوصف السيل ممبرين عن طريق ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي انا بوصفه منهم دول؟ التركيب بتاعه، ودي احنا مش هنتكلم فيها اصلا، مش هنتكلم فيها بجد. انا هعلمك على كام حاجه كده فيها، وعد الدنيا عشان ندخل على اللي بعدها. ليه؟ احنا اتكلمنا على التركيب بتاع السيل ممبرين بشكل تفصيلي وفهمته لك كله. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للموضوع ده.
تاني حاجه هنتكلم عنها الفلويدي، هسالك سؤال وانا بشرحها، هو هل الممبرين ده ماشي، هل الممبرين ده سائل ولا صلب ولا ميكس؟ هتقول لي يا دكتور مش عارف، بس هو مايع، ممكن نكون عامل زي الجيلي كده. هو زي الجيلي كده، ولا هو سائل ولا هو صلب، حاجه جيلي كده ماشي، حاجه جيلي رايحه جايه كده، وفليكسبل شويه، فليكسبل يعني مرنه ماشي. الموفمنت بتاع السيل ممبرين، هو بيتحرك؟ هل السيل ممبرين ده بيتحرك؟ بيتحرك، حركته عامله ازاي ماشي. ليها نوعين، ليها نوعين ماشي. وعلى فكره السؤال ده تقريبا الوحيد اللي كنت مجاوب في الكويز الاول ماشي، بجد انا كنت مجاوب كله، بس تقريبا ده اللي اتحسب صح يعني، اللي خدت عليه الدرجه، اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لايه؟ للموديل الجميل ده خالص ماشي. طيب نتكلم على الاستراكشر. بص يا سيدي، الاستراكشر ماشي هو نفس الاستراكشر اللي احنا اتفقنا عليه ماشي، شويه كربوهيدرات هتلاقيها ماسكه ايه، بس هو بيقول لك اكستيريور سايد. يعني ايه اكستيريور سايد؟ يعني ناحيه بره يعني ماشي. ده بالنسبه للموضوع ده. طيب بعد كده ايه كمان؟ شويه بروتينات، ممكن البروتينات دي تبقى ايه بره، وممكن تبقى امبيدد، وممكن الكلام ده كله تمام كده. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن في ليبيد بقى، ما هو اسمه فوسفوليبيد باي لاير، بيقول لك تو دايمنشنال لاير اوف امفيباثيك فوسفوليبيد، وشويه ستيرول ماشي ماشي، ويز ايه، ويز نون بولر ريجون ماشي، ما احنا اتفقنا خلاص بقى. اوف ليبيد فيسنج ايتش اذر، يعني الفوسفوليبيد دي لبره، والبولر هيدز ناحيه بره ماشي ماشي، اتفقنا كده. ممكن المعلومه الجديده هنا بس، السيكنس بتاع بتاع الفوسفوليبيد باي لاير ماشي من 60 ل 100 انجستروم تمام كده. طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكلام الجميل ده كله، فالسيكنس بتاعه ده تحفظه مهم، اما الكلام اللي هنا موجود كله وانت واخده قبل كده اصلا، فما تلخبطش نفسك انك تقراه تاني. هو عباره عن فوسفوليبيد باي لاير ماشي، البولر هيد بره، النون بولر تيل جوه، ما اتفقنا بقى. البولر دي يعني بتحب الميه، هيدروفيليك، اللي جوه بتحب الايه مش عارف ايه. البروتينات ثلاث انواع، عندك بروتينات انتجرال و بريفر دي ناحيه بره بس، وبتبقى اتاتشد لمين؟ للهيد ماشي، برابط ايه دي، هيدروفوبيك ولا هيدروفيليك؟ هيدروفيليك يا دكتور. مش عارف ايه، انت فاهم الدنيا سهله، الدنيا سهله، وحفظنا ده 50000 مره، فالتركيب بتاعه ما تقراهوش تاني ماشي، ما تقراهوش تاني من هنا خلاص، انت حافظه اصلا تمام كده. طيب بيقول لك بقى ذا انديفيديوال ليبيد اند بروتين، اللي هو البروتينات بقى والكلام ده كله، بتدي ايه؟ بتدي المصدر بتاع ايه؟ الفلويد ميوزك باترن ماشي، which is free to change consistently. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو ممكن يتغير، عارف انت اللي هو رايح جاي رايح جاي رايح جاي، بيروح ويجي، بيتحرك بيعمل، فممكن يتغير كده ايه شويه ماشي، في حركه فيه، في حركه، احنا اتفقنا وهنتكلم عنها دلوقتي تمام كده. ده بالنسبه للتركيب تمام. شايف رسمه لك اهو، نفس اللي رسمه وجايبه لك من الجنب، ده السيمبرين وبوسفوليبيد باي لاير ماشي، لازقه ببعضها اهي، وزي ما انا قلت لك شويه بروتينات مخفيه جوه اهي ماشي، دي بروتينات مخفيه جوه، بروتينات من ناحيتين، بروتينات من ناحيه واحده ماشي، وداخله كده لجوه، وبروتينات ايه على السطح بره ماشي، وحاطينها تحت اهي تمام كده. طيب في جلايكوليبيد اهو، وجلايكوبروتين تمام كده، اتفقنا؟ طيب ده كلام زي الفل، كلام زي الفل يا سيدي تمام، كلام زي الفل. بالنسبه لصاحبي بقى للايه؟ للفلويدي، هل زي ما قلت لك سؤال، هل السيل ممبرين ده سائل ولا صلب؟ قلت لك جيلي ماشي، جيلي، ولا هو كده ولا هو كده. الجيلي ده بيسموه ايه بقى؟ بيسموه ليكويد ماشي كريستالاين ستيت ماشي، ليكويد كريستالاين ستيت تمام كده، ليكويد كريستالاين ستيت تمام كده. طيب ده كلام جميل قوي، ده كلام زي الفل، بس هل ده معناه ان مفيش اماكن صلبه؟ لا، في اماكن صلبه، في اماكن دنس كومباكت ريجن ماشي، وفيها ايه سوليديفيكيشن ماشي، يعني في اممكن صلبه، في اماكن صلبه في السيل ممبرين، بس هو معظمه في الكريستالاين ستيت دي تمام كده. طيب ايه بقى الحاجات اللي هتخليه سائل، وايه الحاجات اللي هتخليه صلب ماشي؟ يعني ايه الحاجات اللي هتخليه سائل، وايه الحاجات اللي هتخليه صلب؟ تعال نخلص كده من التمبريتشر. لو انا مسخنك، لو انا مسخنك ماشي، مسخنك جامد ماشي، هل انت هتذوب ولا مش هتذوب؟ ايه سخنك جامد دي؟ بص يا عم، لو انا جايب تلج او ميه تلج وبسخنه، هيذوب ولا لا؟ هيذوب، وهيبقى ميه ولا لا؟ هيبقى ميه. فالفكره كلها بقول لك التمبريتشر كان افكت ذا ممبرين في الويدي، يعني بتزود ايه؟ بتزود بتزود ايه الفلويدتي بتاعتها تمام كده؟ هي كلمه افكت يعني بتاثر ماشي؟ قصده يعني لما بزود الحراره بزودها، لما بقلل الحراره بقللها، فاهمني؟ طيب ده كلام جميل، وهوضح لك ازاي دلوقتي تمام كده؟ طيب
انا عايز بس اقول لك حاجه حلوه. دلوقتي في 15 او 20 واحد رجاله يعني اهوت ماشي، وماسكين في بعض جامد، ماسكين في بعض جامد جامد قوي ماشي، جامد قوي بجد. طيب الناس اللي ماسكه في بعض جامد قوي دي لما تيجي تتحرك، هل هتتحرك بطلاقه؟ هل هتتحرك كده وكل واحد حر هيتحرك رايح جاي وبتاع، ولا هيبقى في صعوبه شويه في الحركه؟ صح، هيبقى في صعوبه شويه في الحركه. طب لو قلت لك ان الناس دي كلها ال 20 واحد اللي قاعدين دول كلهم سابوا بعض، يعني كلهم سايبين ايد بعض كده وبعيد عن بعض، هل لما يجوا يتحركوا يا صاحبي هيتحركوا بسهوله ولا لا؟ هيتحركوا بسهوله. فده نفس اللي انا بقول لك ماشي، نفس اللي بقوله لك لما اقول لك ان البروتينات الليبيد دي، الليبيد اللي جوه دي بتكون من حاجه اسمها فاتي اسيد، اف ايه يعني فاتي اسيد، تمام كده؟ فالفاتي اسيد دي، الفاتي اسيد دي كل ما تكون ماسكه في بعضها، ده معنى ماسكه في بعضها معناها ساتوريتد، ماسكه في بعضها معناها ايه؟ ساتوريتد، ساتوريتد ماشي. فلما تكون، لما تكون ماسكه في بعضها ماشي، ماسكه في بعضها وطويله ماشي، ماسكه في بعضها وطويله ماشي، ده هيكون ايه؟ هيخليها مش عارفه تتحرك. فده هيعمل ايه؟ هيقلل الفلويديتي ماشي. لما تكون ساتوريتد ماشي، يعني ماسكه في بعضها ماشي، مشبعه ماسكه في بعضها، فاتي اسيدز ماسكه في بعضها وطويله، ده معناها ان هي هتكون ايه؟ هتكون الفلويد بتاعتها قليله ماشي، هيكون السيوله بتاعتها قليله. اتفقنا كده؟ يعني لازم يبقى سايبه من بعضها، ولازم تبقى مين؟ لازم تبقى قصيره. طيب تعال نقرا اللي فوق بقى. فبقول لك ان هي لما تكون unsaturated يعني مش ماسكه في بعضها، سايبه ماشي، ولما تكون اقصر ماشي، ده بيخليها ايه؟ ده بيخليها الفلويد بتاعتها بتزيد ماشي، بيخلي الفلويد بتاعتها ايه؟ بتزيد، تمام كده؟ طيب هو كاتب لك الجمله دي بقاعده زامور ماشي، يعني كل ما تكون هي unsaturated، وكل ما تكون شورت، كل ما تكون الفلويد بتاعتها ايه؟ كتيره، تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للموضوع ده. طيب ليه التمبريتشر بتاثر بقى؟ علشان من الاخر التمبريتشر بتكسر، بتحوله من saturated ل unsaturated، تمام كده؟ اتفقنا؟ بتحوله من ايه؟ من saturated ل unsaturated. طيب ده كلام جميل قوي زي الفل. لما الحراره تزيد هتكسر، وبالتالي هيبقى ايه؟ مش ماسك في بعضه. طيب حلو، بيقول لك ايه بقى؟ ترانزيشن تمبريتشر ماشي، في مصطلح كده اسمه ترانزيشن تمبريتشر. ايه بقى ترانزيشن تمبريتشر ده؟ مش فاهم يعني. هو ده التمبريتشر، درجه الحراره اللي فيها ماشي الاستراكشر اندر جوز ذا ترانزيشن فورم ماشي، فروم قصدي فروم ذا اوردر تو ذا اذر اوردر، تمام كده؟ يعني اللي هو دلوقتي انت عندك درجه حراره، عارف اللي هي الايه؟ اللي هي درجه الحراره الجامده، هي درجه الحراره الجامده دي اللي هتخلي السيل ممبرين يتغير من شكل لشكل ماشي، هيتغير منين؟ من شكل لشكل ماشي. طيب عشان كده بيقول لك كل ما يكون السيل ممبرين الليبيدز اللي فيه او الفاتي اسيدز هاي ساتوريتد، كل ما احتاج درجه حراره اكتر علشان ايه؟ علشان يتغير. انت فاهمني؟ انت فاهم الفكره عامله ازاي؟ دلوقتي الفاتي اسيد اهو اللي موجوده في السيل ممبرين في غشاء الخليه دلوقتي هي unsaturated، هي قصدي ساتوريتد، هاي ساتوريتد ماشي، فهتحتاج درجه حراره كبيره قوي عشان تكسرها. انت فاهمني؟ يعني مثلا تخيل انت دلوقتي عندك ثلج، انت بتلجه على درجه ايه؟ درجه حراره 100، وفي ثلج وانت سايبه لحد ما يكون تحت الجليد ب 30 40 درجه، مين فيهم اللي هيحتاج درجه حراره عشان يوصل للحاله السائله اكتر؟ ماشي، اكيد اللي انت مجمله قوي اللي هو مثلا جاي من سالب 30 ده، اما اللي هو موجب 100 او اللي هو لحد 100 ده لحد قصدي سالب لحد صفر، هو متلج يعني، هو بيتلج عند صفر، لو حطيته عند صفر على بس الميه، لو انت حطيته في درجه حراره الغرفه كده اول حاجه هيعملها على طول هيسيح. لكن اللي هو سالب 3 ده انت محتاج تسيبه شويه لحد ما يوصل لحد صفر، بعد كده يرجع بقى يسيح. انت فاهم قصدي؟ بس هي دي الفكره اللي عندك يعني. فكل ما يحتاج، كل ما يبقى متشبع اكتر، كل ما يحتاج درجه حراره اكتر عشان يتكسر، تمام كده؟ اتفقنا؟ طيب دي معلومه مهمه ومصطلح مهم، تمام كده؟ طيب في بقى كمان حاجه اسمها الكوليسترول. الكوليسترول ده هو اللي بيخلي الايه الشيب بتاع السيل ممبرين كريستالاين كده، فهو اللي بيخليه ايه؟ كريستالاين، تمام كده؟ وبيمنعه من ان هو يبقى ايه؟ سوليفيكيشن ماشي، بيمنعه ان هو يكون سوليفيكيشن اكتر، او بيمنعه يكون هو فلويد، يعني ولا بيخليه سائل قوي ولا بيخليه صلب قوي، بيخليه في كده ايه؟ في الكريستالاين فورم اللي انا قلت لك عليه، تمام كده؟ فهو بيقول لك ان هو بيشتغل كحاجه اسمها ايه؟ موديوليتور،
موديوليتور. يعني ايه موديوليتور؟ يعني معدل، لا بيخليها صعبه قوي ماشي فلويدتي قوي، ولا بيخليها سوليد قوي، ولا بيخليها صلبه قوي، ولا بيخليها سوليد قوي. اتفقنا كده؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للموضوع ده. بيقول لك بقى وين الممبرين فلويدتي انكريز، لما بتزيد الممبرين فلويدتي ماشي، كل ما تزيد يعني ماشي، كل ما ايه؟ الانتقال بتاع الميه وكده يعني يبقى كتير، تمام كده؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للموضوع ده ماشي. هل نكتفي بهذا القدر ولا ناخد كمان شويه لحد بقى الايه الحصه الجايه؟ انت دلوقتي اللي فاضل لك اصلا حاجه بسيطه، فنخليها الحصه الجايه عشان بجد الحصه الجايه تبقى ايه مستاهله يعني، ان شاء الله نخلصهم في نص ساعه كده. وباذن الله يعني اتمنى ان انا اكون فهمتكم شويه الدنيا عامله ازاي. ولو حد احتاج مني اي حاجه ممكن يكلمني اي وقت، وانا ايه اكون تحت امره يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.